ما هي الثغرة التي تؤخر الجيش الصيني عن التقدم؟ لطالما كان الجيش الصيني منافساً قوياً في سباق الجيوش الغربية الكبرى، فهو يصنف أقوى ثالث جيوش العالم بعد أمريكا وروسيا على التوالي، عدا عن أنه يمتلك عتاداً عسكرياً ضخماً وأسلحة نووية حديثة وأنظمة تكنولوجية متطورة. لكن هل هذا يكفي للصمود في سباق منافسة أقوى الجيوش؟ في الحقيقة هناك ثغرة تهدد طموح الجيش الصيني تتعلق بمستوى مهارات الجنود والضباط فيه. فما هي هذه الثغرة؟ حتى بدايات القرن 21 لم ينل أغلب جنود الجيش الصيني تعليماً أعلى من الصف التاسع، حتى إن ثلث الضباط الصينيين كانت تنقصهم أساسيات التعليم الجامعي، فكل التركيز كان على تطوير معدات الجيش والتقنيات التكنولوجية المتطورة وزيادة عدد الأفراد المجندين في الجيش. لكن كل ذلك لن يكفي إذا لم تكن هناك كفاءة ومعرفة بالتقنيات الحديثة وفق الصحيفة الرسمية للجيش الصيني PLA Daily، والتي كتب فيها أحد أكاديمي الجيش الصيني عام 2016: لقد طورنا ونشرنا أسلحة صنفت بأنها الأفضل على مستوى العالم، لكن تعوز الجنود الخبرة والمعرفة كي يستخدموا الأسلحة على النحو الأمثل. وبالفعل أدرك واضع استراتيجية الجيش الصيني أن هذه المشكلة تمثل عقبة أمام بناء جيش بمواصفات عالمية، فطالب الرئيس شي جين بينغ بتحديث أطقم أفراد الجيش من خلال مناقشته الأمر في المؤتمرين 19 و20 للحزب الحاكم، وأكد أن المواهب البشرية والتعليم العالي أمر شديد الأهمية بالنسبة إلى الجيش الصيني، ما جعل الجيش الصيني يتحرك منذ عام 2016 في الاتجاه الصحيح، إذ أعلنت اللجنة العسكرية المركزية عن العمل لضم عدد أكبر من الطلاب في قطاعات التكنولوجيا المتطورة مثل الاستخبارات الفضائية وتكنولوجيا الرادارات والطائرات المسيرة، وزادت نسبة التحاق الطلاب بمجالات الطيران والصواريخ وسلاح البحرية، وقلت نسبة الطلاب الملتحقين بالمجالات التقليدية مثل سلاح المشاة والمدفعية واللوجستيات، وبات الجيش الصيني يشدد بصورة ملحة على التجنيد المباشر لخريجي الكليات المدنية بوصفهم ضباطاً، وخاصة من لديهم تفوق في مجال العلوم والتكنولوجيا. وفي عام 2020 أجرى الجيش الصيني بحثاً أثبت فيه تطوراً كبيراً في المستوى التعليمي للجنود، حيث باتت نسبة أفراد الجيش الذين يحملون شهادات جامعية 57%، في حين نسبة من لا يتجاوز تعليمهم الصف التاسع 4%، ليحقق الجيش الصيني بذلك نجاحاً جلياً في تجنيده لمزيد من الأفراد المتعلمين. فهل فعلاً هذه الثغرة تشكل تحدياً لتقدم الجيوش؟ في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.